كان في استقبال السيد رئيس الجمهورية بميدان الرمي والمناورات السيد الفريق ولد سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أين أدت له تشكيلة عسكرية من مختلف القوات التحية الشرفية. مجريات هذا التمرين التكتيكي عرف حضور عدد من الإطارات المدنية والعسكرية السامية للدولة. وبميدان الرمي والمناورات للفرقة تابع السيد رئيس الجمهورية رفقة السيد الفريق أول عن كثب وباهتمام شديد مجريات الأعمال القتالية المبرمجة والتي اتسمت بمستوى رفيع عكس الدرجة العالية من الانسجام والتنسيق والتعاون بين مختلف الوحدات والوحدات الفرعية المشاركة والتحكم الجيد للأطقم في مجال التحكم في منظومات الأسلحة وكذا القدرة على التنفيذ الناجح للمهام الموكلة في مختلف الظروف والتي تؤكد التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها قواتنا المسلحة في السنوات الأخيرة. Gracias.
صواريخ وردت عبر نظام. Thank you.
في نهاية التمرين كان لسيد رئيس الجمهورية لقاء بأفراد الوحدات المشاركة، حيث ألقى بالمناسبة كلمة تبعها جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي في النواحي العسكرية الست عبر تقنية التحاضر عن بعد، هنأ فيها جميع الأفراد المشاركين على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال كل مراحل تحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي، مؤكدا أن الجزائر عازمة على مواصلة مشوار تطوير وعصرنة أداتها الدفاعية من كافة النواحي، وذلك خدمة للدفاع الوطني. سيد الفريق الأول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سادة الألوية والعمداء، حضرات الضباط، ضباط الصف ورجال الصف، أولاً اسمحوا لي أن أعبر بافتخاري وشعور بالشرف، وأي شرف لتواجدي معكم، وكنت منذ زمان مع سيد الفريق الأول أتمنى أن أشارككم في عمليات مثل هذه. الحمد لله الذي أتاح لنا رجال وإمكانيات في الدفاع عن وطننا المفدى. حسب ما أعرفه نحن من الدول القلائل التي تقوم بنفس تمارين والذخيرة الحية. إذن يسعدني في هذه المناسبة ونحن على بعد أيام من الذكرى 61 لعيد الاستقلال الوطني، على إثر ما عشناه قبل لحظات من مشاهد المجد
والفخر التي جسدتها وحداتنا القتالية باحترافية عالية. إننا نقف بشموخ الأوفياء للشهداء على جوانب من إنجازات مؤسساتنا العسكرية العتيدة المشرفة للجيش الوطني الشعبي والمعززة لثقة الشعب الجزائري الأبي في جيشه المغوار. يسعدني في هذه اللحظات المفعمة بمعاني الوطنية وأنا أحرص شخصيا على حضور هذا التمرين أن أعرب عن بالغ الارتياح والاعتزاز وتوجه بالتهنئة والتحية والتقدير لجيشنا الوطني الشعبي الباسل قيادة وضباط صف وجنود على جهودهم المتواصلة لبناء مقدراتنا الوطنية الدفاعية والأمنية بتفان معهود وإخلاص دائم. إن السياقات الجيوسياسية الاستثنائية العالمية والإقليمية تزيد من عزمنا على مواصلة تطوير وعصرنة منظومة الدفاع الوطني، سواء تعلق الأمر بامتلاك أحدث التكنولوجيات العسكرية والأسلحة والمعدات والتحكم فيها، أو بتأهيل العنصر البشري لمسايرة هذه التكنولوجيات المتطورة والتحكم في تقنيتها بهدف حماية أمننا ومصالحنا الوطنية الحيوية التي أصبحت مهددة نوعا ما، والدفاع عن حدودنا البرية والبحرية ومجالنا الجوي. السيد رئيس الجمهورية شدد على أن عقيدة الجزائر كانت ولا تزال دفاعية، وأنها تحرص دائما على احترام سيادة الدول، كما أنه لم يسبق لها في تاريخها أن كانت مصدر تهديد أو تعد على أحد. سادة الحضور، إن الجزائر كانت ولا تزال قلعة سلم وأمان، لم يسبق في تاريخنا أن كانت مصدر تهديد أو اعتداء. وأكرر، لم يسبق لبلادنا منذ استقلالنا أن كانت مصدر تهديد أو اعتداء على أحد. منطلقها في ذلك مبادئ حسن الجوار والسعي إلى الأمن المشترك الذي ينبع من صميم تاريخنا السياسي والعسكري. غير أنه لا يخفى في عالم اليوم أن اكتساب موجبات القوة والتحكم في عناصرها يعد من أولويتنا لحماية سيادتنا الوطنية أمام محاولات زرع الاضطرابات الأمنية في جوارنا على حساب أمن الشعوب في منطقتنا، وهو ما يدعو الجيش الوطني الشعبي إلى الحرص على مواكبة التطورات الأمنية والعسكرية، وإلى السهر على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المسخرة حصريا للتأمين الشامل لحدودنا الوطنية وحماية المواقع الاستراتيجية والتصدي لهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة ومؤخرا العملة المزورة من نفس البلد. السيد رئيس الجمهورية أكد كذلك أن التركيبة البشرية المؤهلة علميا وتقنيا تعد عاملا أساسيا في كسب رهان الجاهزية الدائمة والقدرة العملية العالية. لا شك أن بلوغ تلك الأهداف يستوجب انسجاما وتكاملا مهنيا بين مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي للتكيف السريع مع الوضع القائم، من خلال الاعتماد على تركيبة بشرية مؤهلة علميا وتقنيا قادرة على استغلال التجهيزات العصرية
ومصممة على تمكين قواتنا المسلحة من كسب رهان الجاهزية الدائمة والقدرة العملياتية العالية. وإنني في هذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في التخطيط والتحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي بمنتهى الدقة والاقتدار، تأكيداً لمستوى التطور والجاهزية والانسجام العملياتي الذي بلغته قواتنا المسلحة في مجال تنفيذ مثل هذه التمارين التكتيكية، متمنياً لكافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف النجاح والتوفيق في أداء مهامهم الوطنية النبيلة. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله. إثر ذلك قام السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني رفقة السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتفتيش التشكيلات والوحدات المشاركة التي بادلته التحية.